النهاردة هاخدكم في جولة مختلفة، مش زي كل الجولات اللي تعودنا عليها. مش هندور في المكتبة على كتاب كالمعتاد، لا، احنا هندور في المكتبة على لعبة. ايوه، اللي احنا شايفينها دلوقتي بيلعبها اتنين. هي على شكل رقعة مربعة الشكل، جواها 64 مربع بأبعاد 8 مربعات في 8 مربعات. وعلى فكرة، وعلى عكس المتوقع، اللعبة دي بقى يلعبها عدد كبير من الناس، محترفين وهواة. وصل تقريبا ل 605 مليون شخص، وخصوصا بعد ما بقت ممكن تتلعب على النت. يعني ممكن تلعبها على البي سي، ممكن تلعبها على الموبايل كمان، ممكن تلعب مع صديقك على النت، هو في مكان وانت في مكان تاني خالص، وممكن تلعب مع شخص تاني ما تعرفهوش في كندا، في استراليا، وانت هنا قاعد في مصر في بيتك. ممكن تلعب مع الكمبيوتر برضو على اي تطبيق من تطبيقات الشطرنج اللي انتشرت حديثا. اللعبة دي كل لاعب فيها بيلعب ب 16 قطعة، يعني عدد القطع 32 قطعة على بعض. ملك واحد، وزير واحد، وقلعتين اللي هم طابيتين، ممكن نقول عليهم طابيتين، وفيلين وحصانين وثمان عساكر. والوزير اقوى القطع والعسكري اضعفها، لكن عموما كل القطع مهمة. حتى العسكري ممكن يترقى او يبقى وزير، لكن بشروط. اللعبة بتنتهي اما احد اللاعبين يموت ملك اللاعب الثاني، او يحصل تعادل وده ليه شروط، او ينسحب احد اللاعبين من اللعبة خالص. نيجي بقى لتاريخ اللعبة. الشطرنج مش معروف اصلها ايه على وجه الدقة، لكن في رأي بيقول انها نشأت اول ما نشأت في الهند قبل القرن السابع الميلادي، ومنه اتنقلت لبلاد فارس، ثم لبلاد العرب اللي نقلوها بعد الفتح الاسلامي لبلاد الاندلس اللي هي اسبانيا حاليا، وبعد كده منها اتنقلت لقارة اوروبا، وبعد كده اتغيرت قوانين اللعبة، وده كان في اواخر القرن ال15. وبعد كده حصلت شوية تعديلات على قوانين الشطرنج، وفي القرن ال19 تم اعتماد وتثبيت قوانين الشطرنج اللي هي تقريبا بالشكل المعروف حاليا. واول بطل للعالم في الشطرنج معترف به هو ويليام شتاينيتس، اللي حصل على اللقب سنة 1886 ميلادية. وبطل العالم الحالي في عام 2023 هو اللاعب الصيني دينغ لايرن. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. النهاردة على غير العادة، مش بنتكلم على رواية ولا بنتكلم على كتاب، لكن بنتكلم على لعبة، الشطرنج. طب احنا بنلعب الشطرنج ليه؟ الشطرنج دي ليها فايدة ولا هي مضيعة للوقت والسلام؟ الشطرنج ليها العديد من الفوائد. هي لعبة بس نقدر نقول عليها لعبة الكبار. ليها فوائد كتيرة، منها هقول لكم على سبيل المثال. الشطرنج بتقوي العلاقة أو الترابط الاجتماعي. أنت ممكن تتقابل مع صديق ليك، تقعد تدردش، وأنت بتدردش تلعب شطرنج، بتستفيد أنت وبتلعب بحاجات كتير قوي، بتنمي قدرات عقلية كتير، وبالإضافة إلى الترابط الاجتماعي والتواصل المباشر مع الآخرين. الناس غالبا بتبقى عايزة تكسب، مفيش حد بيبقى عايز يخسر، خصوصا في لعبة ذات صراع عقلي. يعني بيبقى فيها تحدي عقلي، والإنسان دايما كرامته بتنقح عليه في الموضوع العقلي ده. ازاي هو اللي قدامي يعني ممكن يكون اذكى مني؟ فبيحصل نوع من الصراع النفسي. الشطرنج بقى بتعلمك ازاي تتقبل ان انت ممكن تتهزم، لكن بتحاول انك تحول الهزيمه دي لنصر بكل هدوء وبكل ذكاء. الشطرنج بتعلمك ازاي تحتفظ بهدوءك وانت في اشد المواقف صعوبه، وانت تحت ضغط، وتقدر تهدي نفسك وتفكر كويس، لأنك أنت لو كنت متنرفز وعصبي لا يمكن هتقدر تاخد قرارات سليمة. الشطرنج هتعلمك إزاي تقدر تفضل مركز لفترة طويلة نسبيا، وبكده أنت هتحاول تكتسب مهارة القدرة على التركيز لفترات طويلة، وده هيفيدك على المستوى العملي في حياتك العملية. إن كنت شغال في أي مكان بيحتاج منك طبعا إن أنت تبقى على درجة من اليقظة والتركيز لفترة طويلة، وكمان لو كنت طالب هتقدر تتعلم ازاي انك تركز لفترة طويلة في المذاكرة بتاعتك. It will help you how to think under pressure. هتعلمك الشطرنج ازاي تفكر وانت تحت ضغط، ودي مهارة مش اي حد بيكتسبها. ازاي تبقى مضغوط وتقدر تفكر، والتفكير ده يكون ايجابي يخرجك من المشكلة، مش بس يخرجك من المشكلة، ده يحول الموقف لمشكلة لخصمك مش ليك. المهارة دي ممكن تعلمها لك الشطرنج. انك تاخد قرار وكمان وانت تحت ضغط وفي الوقت المناسب، وتختار بين عدة بدائل. يعني احرك اللعبة ازاي، احرك انهي قطعة،
بناء على معطيات بتكون قدامك وبناء عن حركة الخصم اللي قدامك، فأنت كده دخلت في مجال البيزنس ادمنستريشن وإدارة الأعمال. يعني الشطرنج بمنتهى البساطة هتعلمك بيزنس ادمنستريشن وتعلمك إزاي تكون مدير جيد في أي مكان. زي ما أي حاجة في الدنيا بيكون لها فوائد فبرضه بيكون لها أضرار. الشطرنج لو استحوذت على تفكيرك وبقيت تقعد فترات طويلة في اليوم تلعبها على حساب كل الأنشطة اللي أنت بتعملها التانية في الحياة، فبكده هي بتتحول لأدكشن أو إدمان، وده بيبقى ليه أثر سيء عليك طبعا. فلازم الشطرنج تبقى في أوقات معينة. الشطرنج المفروض يعني أنت بتلعبها دور واحد في اليوم، بتلعب كل يومين كل 3 أيام على حسب، بيبقى فيها عملية رياضة عقلية مش أكتر من كده بتستفيد بيها في أوقات فراغك. تاني حاجة بقى أو الأضرار اللي ممكن تصيبك من الشطرنج، إن بدل ما هي تعلمك إزاي تكون هادي وتفكر تحت ضغط وأنت هادي، لا، هي ممكن تحولك لإنسان عصبي متوتر لو أنت ما قدرتش تعمل كنترول على الموضوع. ممكن تخسر صحابك لو أنت بتلعب معاهم، لأن زي ما قلت هي مسألة التحدي العقلي، بيبقى ليها شيء نفسي كده أهو، ممكن يكسب عداء أو يحصل نوع من العداء بينك وبين الطرف الآخر. فلازم نبقى حذرين قوي في الموضوع ده عشان ما يتحولش لهذا المسار السيء. وبكده هنكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي غير اعتيادية النهاردة، اللي غريبة شوية عن موضوعات قناتنا، وأرجو إن تكون الحلقة عجبتكم. ولو كنت لسه ما اشتركتش لغاية دلوقتي، يا ريت تنزل حالا تدوس على زر الاشتراك وتدعمنا باللايك والشير وتقول رأيك في الكومنتات. وإلى حلقة أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.